مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم لمتابعة موجز الأخبار. انطلقت اليوم داخل البلاد وخارجها الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها المرشحان الباجي قايد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي، لتتواصل داخل تونس إلى غاية 19 من ديسمبر الحالي في حدود منتصف الليل، على أن يكون يوم 20 من ديسمبر يوم الصمت الانتخابي. وقد حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ 21 من هذا الشهر موعدا لتنظيم الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية داخل تونس، وأيام 19 و20 و21 من ديسمبر بالخارج. خلال اجتماع لرئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء المجموعات النيابية، تم التشاور على كيفية تسيير الجلسة العامة. وقد وقع تحديد مدة تدخلات النواب بثلاث دقائق لكل نائب، وذلك في انتظار صياغة مشروع قانون النظام الداخلي الذي سيضبط على أساسه العمل داخل المجلس. كما نظر النواب في كيفية تسيير جلسة الغد بخصوص انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية الذي سيتم بحضور رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة. نظمت وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع المركز العربي لإدارة الأعمال والتشغيل بتونس ندوة وطنية حول دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النهوض بالتشغيل تحت شعار بادر بطريقة أخرى. وأثث هذه التظاهرة نحو 60 مشاركا يمثلون الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات متدخلة في المجال. هذه الندوة تتواصل أشغالها إلى غاية 11 من شهر ديسمبر الجاري، وتندرج في إطار مبادرة وزارة التكوين المهني والتشغيل لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بالتشغيل. في اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق للتاسع من ديسمبر من كل سنة، نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ندوة عنوانها الوقاية من الفساد في المؤسسات القضائية. موضوع أكد وزير العدل والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح أهميته بوضعه في سلم الأولويات التي حددتها الدولة لتدعيم دولة القانون وحماية المؤسسات التي هي بصدد بنائها، مع تأكيده أن انخراط تونس في المجهود الدولي لمكافحة الفساد من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ساعد على إحداث آليات جديدة للتصدي للفساد مثل القطب القضائي المالي. في أخبارنا الدولية، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون تأجيل الجولة الثانية من محادثات السلام بين أطراف النزاع في ليبيا إلى الأسبوع المقبل لإنهاء الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد وأعمال العنف الدائرة فيها بعد أن كانت مقررة اليوم. وفي هذا الإطار، دعا رئيس البعثة الأممية في ليبيا الأطراف المتنازعة إلى مزيد من الوقت للحوار من أجل التوصل إلى حلول توافقية لأزمة المؤسسات الحالية. وفي اليمن، تبنت القاعدة اليوم في بيان لها على موقع تواصل اجتماعي الهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا مقرا عسكريا للجيش جنوب شرق البلاد. الهجومان أسفر حسب مصادر عسكرية عن مقتل ما لا يقل عن 7 عسكريين، في حين أفاد بيان القاعدة أن الهجوم المزدوج أسفر عن عشرات القتلى والجرحى. وقد انفجرت السيارتان المفخختان في مدخل مقر قيادة المنطقة العسكرية. في زيارة غير معلنة، وصل وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل إلى العاصمة العراقية بغداد للقاء القادة العسكريين الأمريكيين والمسؤولين العراقيين، ومنهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، لبحث تطورات الحرب على ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. ولدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي، قال هيجل أن بلاده تريد مساعدة العراق على استعادة الأراضي التي استولى عليها التنظيم المتشدد، مؤكدا أن الحل ينبع قبل كل شيء من العراقيين أنفسهم. وفي ثاني هجوم خلال يومين بالبحرين، قتل بحريني وأصيب آسيوي بجروح في تفجير وصفته وزارة الداخلية البحرينية بالإرهابية، وجد في قرية شيعية غرب العاصمة المنامة حسب مصادر أمنية. ويأتي غداة مقتل شرطي بحريني تعرض وفق وزارة الداخلية بالمملكة لعمل إرهابي في قرية شيعية مجاورة. ختام الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.